رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي النهاردة التقى في اجتماع مهم جدا بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطبعا ده شيء كان متوقع بعد حادث الأمس اللي تابعناه مع حضراتكم على الهواء مباشرة وتابعنا أصداؤه وتداعياته، واللي استشهد جراءه ضابط وعشر جنود من أبطالنا في القوات المسلحة في أحد المناطق اللي موجودة غرب سيناء. سيادة الرئيس النهاردة اجتمع بصفته طبعا القائد الأعلى للقوات المسلحة مع كافة أعضاء المجلس، وبحثوا عدد من الأمور الخاصة بالحادث اللي وقع بالأمس، وبالإضافة لكده كمان كان في توجيهات رئاسية مباشرة بتوفير كل الاستعدادات الخاصة لكافة الأجهزة الأمنية وتحديدا القوات المسلحة في شبه جزيرة سيناء للسيطرة الكاملة على كل الأراضي واكتساس الإرهاب من جذوره. خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل هذا الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس النهاردة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من خلال الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام اللي بينضم لينا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ جميل. مساء الخير. خليني في البداية أتعرف من حضرتك على كواليس هذا الاجتماع وتفاصيله وأهم ما دار فيه حول تداعيات حادث الأمس. هو طبعا في البداية لازم نعزي أنفسنا ونعزي القوات المسلحة والشعب المصري كله في الشهداء اللي ضحوا بدمائهم امبارح في سبيل المحافظة على الأمن القومي وفي سبيل مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية، وده عهدنا دائما برجال القوات المسلحة المصرية اللي هم بيضعوا مصر ونصب عينهم ويحافظوا على الدولة المصرية ويحافظوا على الشعب المصري ويحافظوا على التنمية. طبعا النهاردة الرئيس اجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة طبعا تداعيات اللي حصل ده كله، وطبعا في توجيهات عديدة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنها الاكتساس الإرهاب بالكامل من أرض سيناء. عارفين إن خلال السنوات الماضية كلها وصل يعني في عام لغاية عام 2013 قدر تنظيم الإخوان الإرهابي إن هو يدخل أكثر من 30,000 إرهابي من على مستوى العالم كله، إن هم يخشوا لسيناء ويحاولوا إن هم ينفذوا عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة وضد الشرطة المدنية. وقدرت القوات المسلحة خلال من 2013 لغاية وقتنا هذا في مواجهات عديدة مع التنظيمات والجماعات الإرهابية من خلال العديد من العمليات، بداية من العملية نسر ثم العملية حق الشهيد بأربع مراحل ثم العملية الشاملة سيناء 2018. كل ده قدرت القوات المسلحة انها تضرب البنية التحتية بالكامل للتنظيمات والجماعات الإرهابية في سيناء. البنية التحتية اللي هي مراكز التدريب المتواجدين، اماكن هواهم، الأسلحة، مخازن الأسلحة، كل ده تم ضربه، وايضا وسائل التواصل معاهم ووسائل الاتصال بيهم، كل ده تم ضربه بالكامل. يعني احنا لو شفنا خلال السنه اللي فاتت دي ما فيش اي عمليه ارهابيه تمت او صحيح. من اجلها يعني لو شفنا من 2018 لغايه دلوقتي هنلاقي العمليات لا تذكر. طبعا في عناصر وتنظيمات ارهابيه بتسعى انها تثبت انها متواجده على الارض. لو شفنا مثلا ان مساحه سيناء 62,000 كيلومتر، 62,000 كيلومتر يعني بمقام 3 4 دول. هذه المساحة فيها جبال وفيها وديان وفيها سهول، قد تستطيع بعض العناصر انها تتخفى فيها. طبعا النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب ان يبقى في سيطرة كاملة على ارض سيناء بالكامل، ان القوات المسلحة تنفذ مهمها على ارض سيناء زي ما هي منفذاها، ووجه الشكر لرجال القوات المسلحة طبعا على دورهم الكبير خلال السنوات الأخيرة في عملية تطهير الأرض ثم مواجهة التنظيمات الإرهابية الموجودة وتطهير أرض سيناء بالكامل. وطبعا تفكيك زي ما قال سيادة الرئيس برضه لما كان في الفطار في رمضان الأسرة المصرية، اتكلم إن لم يتبقى إلا عمليات تفكيك العبوات الناسفة والألغام اللي كانت بيزرعوها التنظيمات الإرهابية في الأراضي. طبعا كل ده هيتم، واعتقد ان الرد هيكون سريع جدا من القوات المسلحة على العملية الإرهابية دي، واعتقد ان هيكون هناك رد قاسي للتنظيمات والجماعات الإرهابية بجانب برضه التعاون مع
أهالي وأهالي سيناء الشرفاء اللي هم دايما بيقدموا كل الدعم للقوات المسلحة المصرية وبيقفوا جانب القوات المسلحة المصرية من أجل تطهير سيناء والقضاء على التنظيمات الإرهابية. النهاردة الاجتماع كان مهم جدا وفي توقيت مهم جدا اللي هو بعد العملية الإرهابية بيوم، وده دليل واضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشرف بنفسه على عملية تطهير سيناء من التنظيمات الإرهابية، وأن هناك عمليات عسكرية سيكون رد قوي وقاسي جدا في سيناء ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية الموجودة. أستاذ جميل، كان في بعض التكهنات قبل الاجتماع النهاردة بأن سيتم إعادة فرض لحالة الطوارئ مرة تاني في البلاد عقب انعقاد الاجتماع الخاص بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، هل تعتقد أن قرار زي ده ممكن أن يتم اتخاذه خلال الفترة الجاية؟ أعتقد أن القرار تم اتخاذه بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد قرار بناء على دراسة كاملة للوضع والتهديدات والمخاطر اللي بتواجه الدولة المصرية. لكن لو شفنا الحادث بتاع امبارح هنجد ان هو عملية إرهابية ما يدروش التنظيمات والجماعات الإرهابية انها توصل للهدف بتاعهم ان هو تدمير محطة رفع المياه، وقدرت تجالب قوات المسلحة دلوقتي ان هم يصدوهم، ونتج عن ذلك طبعا الاستشهاد ال 11 فرد. اعتقد ان لو الدوله مش هتاخد قرار بعوده حاله الطوارئ مره اخرى، لان القوات المسلحه مسيطره على الوضع ورجال الشرطه مسيطرين على الوضع في الدوله المصريه، وبالفعل هناك قوه من القوات المسلحه المصريه فرضت سيطرتها بالكامل على ارض. فاعتقد ان عوده قانون الطوارئ اعتقد شيء مستبعد. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريده الاهرام على كل هذه التفاصيل.